مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. على الرغم من عدم إعلان موعد الانتخابات البرلمانية بشكل نهائي حتى الآن، إلى أن القوى السياسية بدأت الاستعداد لخوض تلك الانتخابات وإعداد قوائمها ومرشحيها لحظ مقاعد أخطر مجلس نواب في تاريخ البلاد، لما يتمتع به من صلاحيات تفوق ما حصل عليه رئيس الجمهورية بموجب الدستور. الأحزاب التي كان لها تأثير في المشهد السياسي منذ ثورة 30 من يونيو تعمل على قدم وساق للانتهاء من استعداداتها قبل انطلاق صافرة ماراثون العملية الانتخابية، والذي من المقرر لها نهاية العام الجاري. فهل الأحزاب قادرة على خوض ذلك المعترك في أقل من شهرين؟ استعدادات الأحزاب وتحركات المرشحين. حلقة جديدة من مصر في ساعة، ولكن قبل أن نبدأ نستعرض أبرز أحداث اليوم. استقبلت الجامعات المصرية 2.5 مليون طالب وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد، كما بدأ طلاب الجامعات في تطبيق الإجراءات الجديدة للتسكين بالمدن الجامعية لعدم تكرار أحداث العام الماضي. وأكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي أكد الانتهاء من الاستعدادات وأساليب التأمين كافة. قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، قال إن مصر ردت 500 مليون دولار الشهر الجاري إلى قطر كانت قد أودعتها في البنك المركزي، وأنها سترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية نوفمبر المقبل. عاقبت محكمة جنايات القاهرة كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأحمد منصور بالسجن 15 عاما، كما عاقبت أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق بالحبس 3 سنوات في قضية احتجاز محامي وتعذيبه داخل أحد مقرات شركات السياحة داخل ميدان التحرير. هذا ولا تزال الأحكام القضائية تتوالى على قيادة جماعة الإخوان فيما اقترفوه من أعمال إجرامية عقب ثورة 30 من يونيو، ولكن إلى أي مدى تساهم تلك الأحكام في تحقيق الاستقرار والقضاء على الجماعة قبل الوصول إلى آخر استحقاق من خارطة طريق المستقبل؟ يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة أستاذ حامد جبر، العضو في الهيئة العليا لحزب الكرامة والمحامي بالنقد. مرحبا بك أستاذ حامد. معي أيضا أستاذ شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم المصريين الأحرار. مرحبا بك أستاذ شهاب. اسمح لي أبدأ معك أستاذ حامد، يعني وأريد أن ألقي نظرة على أبرز التحالفات الموجودة حتى الآن لدخول البرلمان القادم. ما هي أبرز هذه التحالفات الموجودة؟ خليني أقول لحضرتك أنه لو اتكلمنا عن أبرز التحالفات، طيب ما أتكلم من الأفضل، يعني أنه هل الشارع مهتم بهذه التحالفات ولا مش مهتم؟ في ظني انه الشارع مش معني كثيرا جدا بالتحالفات التي يعني يركض اصحابها لمحاوله توفيق اوضاعهم مع بعض، لانه في النهايه انت بتتكلمي على 4 قوائم على مستوى الجمهوريه، قائمتان كبيرتان كل منهما 45 عضو واخرتان صغيرتان 15 و15. طيب القائمه، هناخد القائمة الكبرى مثلا اللي هي 45 اللي هي بتشمل 6 محافظات، القاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ. هل الناخب أو المواطن العادي اللي موجود في قلب بلد زي كفر أميس اللي أنا بشعر بالانتماء ليها هيعرف ال 45 واحد اللي موجودين في هذه القائمة؟ طيب إذا بنتكلم على أنه في أحزاب في مصر، من الممكن أو من الجائز أن يكون هذا في ضوء إفهام أو استيعاب الناخب العادي، لأنه في حزب موجود في هذا الائتلاف وبالتالي فهو بينتخب حزب مش بينتخب شخص. لكن المشكلة الحقيقة أنه ما زالت العملية الانتخابية في مصر هي مرهونة بعلاقة الناخب بالدائرة، بالناخبين المقيمين في دائرة وفي محيط هذه الدائرة الذي ممكن أن يمتد إلى بضعة المئات من الكيلومترات. وعلى ذلك أنا الحقيقة مندهش لسببين. السبب الأول أنه في محاولة لإهام الناخب المصري بأنه هذا الائتلاف أو ذاك الائتلاف هو يتم تشكيله من أجل الدفاع عن النظام، من أجل تشكيله يشكل من أجل دفاع عن رئيس الجمهورية.
ويتم بمفهوم المخالفة التوجيع الاتهامات جزافا على آخرين بأنه هذا الائتلاف الآخر ده بيمثل المعارضة. هنا الخطأ أو الجهالة الشديدة جدا التي يمكن أن يتم إلصاقها بمن يتحدث بهذا الشكل، وهي أنه نحن أمام أطر دستورية تحكم كل الأحزاب إذا كانت فاعلة، وأنا أظن أنها غير فاعلة بما فيهم الحزب الذي أشرب الانتماء إليه. لأنه لو أنا فاهم إيه اللي حصل في الدستور وكيف توجهت إرادة المصريين إلى وضع الضوابط الدستورية التي يجب أن تفعل من خلالها كل التشريعات التي تخرج من مجلس النواب القادم، يبقى أنا هنا تقسيمي في حول هذه الائتلافات سواء كانت بتصنف أنها يمين أو يسار هنا يعني استخلاص غير سائغ كما يقول أساتذتي في القانون. ليه؟ بس في النهاية مسألة ان احنا نقول ان الائتلاف ده مثلا، يعني حتى كان أستاذ فريد زهران كان بيقول احنا عايزين ثلاث ائتلافات كبيرة يمين ويسار ووسط. هو يتمنى ده هذا ده برضو نوع من المنطق يا أستاذ. خليني هقول لك هبسط لك الفكرة. هو يتمنى هذا زي ما الدكتور أحد الأساتذة برضو في علم الاجتماع السياسي أو أستاذ السيادة عامة بيتكلم على ضرورة تأجيل الانتخابات وحل الأحزاب وتشكيل ائتلافات جديدة، اللي هو الدكتور فريد زهران جمال زهرة. ده كلام يعني أقرب إلى اليوتيوبيا زي ما يقولوا. لكن خلينا نرجع لك الفكرة، أقولك ليه الخلل فين أو الخطأ فين. أنا عندي نصوص دستورية حاكمة تحكم كل الأحزاب اليمينية واليسارية. لا يستطيع حزب اليمين أن يفرض آليات السوق بشكلها البشع بالمخالفة للنص الدستوري الموجود، ولا يستطيع أقصى اليسار إذا كان ماوي أو لينيني أو تروتسكي أن هو يفرض آليات تطبيق مفاهيمه الاشتراكية والاجتماعية بالمخالفة للدستور. يعني لا يقدر يأمم ولا يعرف يصادر، لأنه المصادرة والتأميم بنص الدستور ممنوعة ومحظورة. فاذا طب ايه الخناقه على ايه؟ انت بتعمل ائتلافات ليه؟ اذا انت ما انتش فاهم الاطار الدستوري اللي انت تحرك فيه، اللي كل المرشحين لمجلس النواب اللي هيشرفوا بثقه ابناء الدائره اللي هم بينتموا اليها داخلين البرلمان ده علشان يحولوا الاطر الدستوريه الموجوده المتعلقه بالحقوق الفرديه والحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه الى تشريعات قانونيه مفصله لهذه النصوص الدستورية علشان يتمتع بها المصريين. وفي رأيي أنه أهم ما فيها هو ما يتعلق بتجريم التمييز بين المصريين. وبالتالي أرجع بقى للأصل، طب إذا احنا فهمنا حدود الدستور بهذا الشكل وأن ده الإطار الحاكم لكل الجماعات السياسية بأقصى اليمين وأقصى اليسار، طب أنت بتخلي معاه ليه؟ طب انت بتصنفني في المعارضه ليه؟ طب انا بصنفك في الموالاه ليه؟ لا انت موالاه ولا انا معارضه، احنا الاثنين بيحكمنا نص دستوري علينا ان نعمل على تفعيله. عشان كده بقول لحضرتك انه هذه الائتلافات وهم في عقول اصحابها. طيب انا عايزه تعليقك بقى، هل هذه الائتلافات بالفعل وهم في عقول اصحابها؟ ومساله يعني ان تصنيف الائتلاف ده مع ان احنا لسه ما قلناهمش، انا كنت عايزه استعرضهم عشان الساده المشاهدين برضو هنرجع استاذ حمد يستعرضهم سريعا. بس هل بالفعل يعني ان احنا نصنف ان ده معارضه وان ده موالاه وان ده اخوان، هل ده فعلا مش موجود؟ لا، بشكل مبدئي قبل كل شيء مفيش فكره المعارضه والموالاه، هي بتتشكل جوه البرلمان، يعني مش بتتشكل قبل البرلمان. في الحقيقة في مجموعة من الكيانات اللي بتتحد مع بعض بتاخد أغلبية فبتشكل الحكومة، فبتصبح هي الحكومة أو بتصبح هي الموالاة، وفي مجموعة أخرى بتتحول للمعارضة. طب اسمح لي بقى، دعني أختلف معك. مثلا عندنا قوانين محددة، مثلا من أبرز دي القوانين دي قانون التظاهر. في ناس بتقول إن هي قانون ده لا، إحنا شايفين هو لازم يتغير، منهم حزب الدستور، منهم حزب الكرامة، منهم التحالف الشعبي أو التيار الشعبي، شايفين لا القوانين دي لازم تتغير. طيب المصريين أحرار أيضا على فكرة. طيب دول أما هيخشوا أكيد دول هيكون معارضين لمثلا رئيس الجمهورية. مين قال؟ طيب ده بالعكس، ده أنا ممكن نفاجأ بمفاجأة ظريفة جدا. ممكن التحالف الديمقراطي اللي هو معارض لقانون التظاهر بالتعاون مع أحزاب تانية معارضة لقانون التظاهر يكونوا هم الأغلبية اللي جوه البرلمان،
ويغيروا قانون التظاهر وتبقى الحكومة غيرت قانون التظاهر لا انا والمعارضة. بسأل دلوقتي، انا ما اجي انا مواطنه، انا مواطنه دلوقتي، واللي بيشوفونا دول عايزين يعرفوا بقى هم هيختاروا مين، هيختاروا تمام. حضرتك، هيختاروا حزب مثلا الاحرار والمصريين الاحرار، ولا هي ماشي ولا هيروحوا للكرامه وللدستور وللتحالف وكده؟ تمام اهو كل واحد بيقول برنامجه، دي مظبوط. ده برنامج، بصي يا فندم، وبيقول انا هعمل كذا وكذا وكذا، انا رايي في القضايا الفلانيه كذا وكذا وكذا وكذا. مظبوط طيب وعلى الاساس ده المفروض ان المواطن بيقرا برامج للاحزاب وافكار للاحزاب، وعشان كده بيروح وبيختار الشخص ده او مظبوط الحزب ده. بالظبط بالظبط. اولا بس فكره المعارضه والموالاه احنا عندنا مشكله فيها في مصر. احنا بنرى بان كلمه المعارضه والموالاه مرتبطه برئيس الجمهوريه. ده علميا كلام مش مظبوط، لان رئيس الجمهوريه هو رجل مستقل تمام وليه دوره وبيضع سياساته. المعارضه والموالاه مرتبطه باغلبيه البرلمان، بكيان اللي عنده اغلبيه يقدر ان هو يشرع بيها. ممكن نجد بكره ان المعارض هو اللي بيطالب بقانون التظاهر الحالي وان الاغلبيه غيرت قانون التظاهر، ده وارد. فمحدش يعرف مين المعارضه والموالاه غير جوه البرلمان القادم. فمفيش تحالف للمعارضه وتحالف للموالاه، ده هيحصل جوه البرلمان. هنعرف طيب مين هو بس المعارضه بس والموالاه اساسي دلوقتي، جوه يعني انا البرلمان. اما يكون اللي في انا عندنا اللي في اما يكون عندنا خبر مثلا بيقول ان الرئيس بيطالب بسرعه تعديل القوانين الاتيه: قانون مكافحه الارهاب، قانون حريه تداول المعلومات، قوانين النقابات، الجمعيات الاهليه، مكافحه الفساد، الاحوال الشخصيه. مظبوط. طيب من الواضح ان لجنه الاصلاح التشريعي ممكن يعني في الفتره اللي جايه قبل البرلمان ما يجي ان هي تقوم بتعديل بعض القوانين. مظبوط. طيب لو انتم مختلفين مع اي من هذه القوانين من الطبيعي ان انتم ما تخشوا البرلمان هتقولوا يا جماعه احنا عايزين نعدل القوانين دي. مظبوط. طيب يبقى انا دلوقتي كمواطن، هي دي بس فكرتي اللي احنا عايزين نوصل المواطن، يعني انا دلوقتي كمواطن لما اجي اختارك هختارك على اساس فكرتك من على اساس القوانين، اجندتي من وبرامجي. القوانين بالظبط كده. مظبوط. طيب صاحب الحق الاصيل في اصدار القوانين هو الشعب من خلال ممثلينه جوه البرلمان، فصاحب الحق الاصيل في التشريع هو البرلمان. بشكل مؤقت، بشكل مؤقت في ظل عدم وجود برلمان، رئيس الجمهوريه بيختص بالتشريع، لكن في نهايه الامر الموضوع بيرجع لصاحب الحق الاصيل اللي هو البرلمان، والبرلمان بيقوم بمراجعه كل القوانين ديت. ففي مرحله هيقوم بها البرلمان بمراجعه كل القوانين ديت. طيب الفكره بقى اللي عندنا كلها اللي حضرتك بتقوليها لنا هي فكره البرامج. في الحقيقه هي دي ازمه التحالفات. لازم لو انا النهارده بعمل تحالف ما بين ثلاث اربع احزاب، لازم ان هم يقولوا ايه رؤيتهم، ايه افكارهم. انا مش مختلف الى حد كبير قوي، انا مش مختلف مع فكره ان مفيش حزب هيجي هيقول احنا هنأمم الدوله، ولا حزب تاني هيجي يقول احنا هنلغي الدعم. لا ده هيحصل ولا ده هيحصل، الاثنين مش هيحصلوا. لكن في نهايه الامر في احزاب بترى بان لابد ان احنا نزود شويه من الضوابط بتاعت منع التظاهر، في احزاب تانية بترى ان احنا لازم اننا نقلل منها شويه، في احزاب بترى بان الدعم النقدي افضل من الدعم الغير مباشر، الدعم المباشر افضل من الدعم الغير مباشر. لازم الاحزاب تعلن برامجها والتحالفات تعلن برامجها عشان خاطر طيب الناس تختار. اخر احنا ملاحظه بس يهمني قوي ان انا اقولها عشان انا قلت كلام عايز اوضحه. طب ممكن بعد الفاصل؟ ممكن بعد الفاصل. تمام مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل. قال رئيس الوزراء إبراهيم محلة بأن الدولة لا تستطيع تحديد موعد محدد للانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلا أن الانتهاء سيكون قبل نهاية الشهر الجاري، مضيفا أن الحكومة تقوم بدراسة القانون حاليا. أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فيما يتعلق بالقوائم ضرورة أن تعد قائمة مدنية وطنية تستهدف انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون. قال المستشار يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن ائتلاف الجبهة المصرية يرحب بكل الأحزاب والشخصيات العامة التي تريد الانضمام إليه، مشيرا إلى أنه ضد إقصاء أي شخص، جاء ذلك تعليقا على الدعوة التي وجهها عمرو موسى بشأن تكوين قائمة وطنية وليست حزبية. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد. استاذ شهاب انا كنت توقفت معك اريد استكمال النقطه اللي اذهب استاذ حامد. انا بس عايز اقول حاجه، السبب في حقيقه لازم نعترف بيها النهارده، الرئيس السيسي عنده شعبيه كبيره جدا وعنده دعم شعبي كبير جدا، انا بقول ان هي اكبر من كل الاحزاب اللي موجوده. فبالتالي في عدد من القوانين اللي اتخذها الرئيس السيسي الاحزاب هتدعمها بالتاكيد، يعني اقولها احتراما لشعبيه الراجل اللي عنده شعبيه كبيره قوي اللي اسمه الرئيس السيسي. فالاحزاب هتحترم زي قوانين القوانين إيه دي. انا مش بنتكلم على قوانين معينه بس بس عايز اكد ان الاحزاب عندها احترام لشعبيه رجل عنده شعبيه كبيره جدا في الشارع، وفي نفس الوقت الرجل ده اتاكد في اكتر من وقت
انه مش هيتدخل في عمل البرلمان نفسه، ان عمل البرلمان هيكون حر، وان عمل البرلمان هيبقى واقف على اساس رؤى ونظره الاحزاب المختلفه. هيكون عندنا معارضه جديده، وهيكون عندنا موالاه جديده معتمده على تشكيل البرلمان، لكن في احترام لراس دوله ليه شعبيه حقيقيه وليه ثقه حقيقي. والمنافسه اللي هتحصل جوه البرلمان ديت هي اللي هتكون انطباعات الناس للبرلمان القادم، واللي هتحدد شكل الحياه السياسيه في المستقبل. رئيس الجمهوريه له شعبيه، ولكن من المفترض ايضا ان يكون اعضاء البرلمان ايضا لهم شعبيه. مظبوط. طيب كيف سيكون التوازن بين شعبيه، يعني هل سيكون يعني احترام القانون ده علشان شعبيه الرئيس؟ طب انا كمان كبرلماني داخل المفروض ان انا قوي وليا وزن وليا شعبيه، وعايز اغير قوانين علشان المواطنين. وبعدين دلوقتي فيما يدور ان البرلمان هيكون اقوى من الرئيس طبعا طبقا للدستور، وان هناك من يطالب ان يكون هناك تعديلات محدده في الدستور المصري لاعطاء صلاحيات للرئيس. يبقى هل معنى كده ممكن ان احنا نوافق على ده علشان شعبيه الرئيس؟ تعديل دستور في خلال اقل من سنه، والدستور تم الموافقه عليه بالنسبه كبيره جدا اللي حصلت، ده كلام شديد النظريه وكلام ممكن يضر بالصوره السياسيه لمصر كلها. ففكره تعديل الدستور دلوقتي هو كلام نظري جدا ومش منطقي ومش واقعي، وما اعتقدش ان اي حد بيفكر فيه. الفكره الظروف الاقتصاديه والامنيه لمصر يعني من الممكن ان تستدعي ان يكون هناك تعديل لمثل هذه المواد. يعني دلوقتي برلمان قد ياتي مفتت، ده طبقا للمحللين. بالتاكيد. طيب اما يكون رئيس الجمهوريه بقى في يعني في هذه الحاله لديه صلاحيات اقوى لتشريع قوانين، طب ما ده يكون في الصالح. في كل الاحوال الصلاحيات مش بتتضمن ان رئيس الجمهوريه يكون عنده تشريع القوانين. مفيش برلمان في العالم سلطه التشريع فيه بتروح لرئيس الجمهوريه. هو الموضوع كله الخلاف كله مرتبط توازي حتى للسلطات، مرتبط ببعض السلطات التنفيذيه ببعض السلطات التنفيذيه اللي تم منحها للبرلمان وفي نقاش عليها. لكن خليني اقول لحضرتك بشكل عملي وبشكل حقيقي اللي قاله استاذي من شويه هو كلام واقعي جدا. البرلمان القادم مش برلمان منافسه وخناق وحاجات زي كده. البرلمان القادم هو اقرب لكونه برلمان شايل مسؤوليه كبيره جدا وعاوز انه يبني الدوله المصريه كله مع بعضه بتعاون حقيقي ما بين سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه. دوت اللي اغلب الاحزاب اللي نازله الانتخابات القادمه مؤمنه بيه وعارفاه. انا لو انا النهارده في قانون انا مش راضي عنه لكني شايف ان في وفاق عام عليه، فهبتدي ان انا اسيبه، او شايف ان في شعبيه كبيره ليه، فانا هبتدي ان انا اسيبه. ده مش من منطلق ان انا بتنازل عن مبادئي، ده من منطلق ان الدوله المصريه لازم تمشي، ان الدوله المصريه عندها تحدي كبير جدا. وشكل العلاقه ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه من خلال البرلمان القادم هو اللي هيرسم مستقبل الدستور المصري. لو العلاقه ما بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه مشيت بشكل كويس من خلال البرلمان القادم سيظل هذا الدستور وسيبقى هذا الدستور. لو العلاقه كانت مضطربه ومتوتره ساعتها الناس باحتمال تبتدي تفكر في ان الدستور ده بيعمل مشكله. لكن فكره الدستور ده بيعمل مشكله، فلازم يكون في توازن بين السلطات، فلازم يكون في اصلاحات دستوريه ربما تكون لصالح الرئيس حتى يكون هناك توازن للسلطات. وارد لو حصلت مشاكل في التطبيق العملي، لكن فكره ان احنا عملنا دستور اول امبارح وما شغلناهوش وبعد كده بنعدله يبقى احنا عندنا مشكله. طيب انا عايز اخد تعليق حضرتك على نفس النقاط، وهل ده من الممكن يعني تعديل الدستور هيكون في الوقت ده هنحتاج طبعا لاغلبيه تقريبا من جانب البرلمان، هل ده ممكن؟ لا انا راجل يعني شايف انه الفكره نفسها لا يجب الاستطراد في مناقشتها، لانه زي ما تفضل استاذ شهاب وقال انه انت امام رجل يعتمد بشكل اساسي على جماهيريته ورجل الشارع العادي. هو صح هو غلط، لكن الان يتمتع بشعبيه حقيقيه داخل الشارع بدليل ال 27 مليار اللي جوهم من تحت البلاطه دخلوا مع الفلوس المسحوبه من البنوك المصريه في شهادات استثمار خارجي. 64 مليار. غير 64، بقلب 64. في قلب 64. واتصور انه لو قال هعمل ده عشان اعمل بنك فقراء وتمويله من داخل المصريين نفسهم عفوا هيلم ده برضه، هيلم راس مال البنك. فانت قدام ظاهره تعتمد على الشعب. اي مناطحه ما بين النخب وبين الشعب، الشعب هينتصر في النهايه. والرئيس هينتصر. طب انا قدام حاله لابد من التعامل معاها. عايز اقول امتى انا اعارض قوانين بتطلع بمرسيم من رئيس الدوله في السلطه الممنوحه ليه مؤقتا لحد عقد البرلمان يقرها او يعدلها او يلغيها؟ مقدار فائده هذه القوانين
وعائدها على الشعب المؤكد انه لا احد يستطيع ان هو يقول انا بعارض هذا القانون. لكن اذا كانت هذه القوانين مضره ومخالفه للدستور بالتاكيد لازم الاصوات تقول اقف، ده مخالف للدستور وده ضد مصالح الناس. هديك مثال بسيط قوي. انا عندي المحكمه الاداريه العليا احالت قانون التظاهر الى المحكمه الدستوريه لوجود شبهه حقيقيه في النص الماده الثامنه والعشره منه. انا كنت استطيع كرئيس دوله وسيد رئيس طبعا يعني له صلاحيه في هذا ان انا اهبط وامتص غضب الشباب ده واستخدم سلطتي المؤقته في التشريع واجري تعديل على المادتين دول اللي المحكمه هتقضي بعدم دستوريته بشكل قاطع، لانه في الاخر النص الدستوري بيتكلم عن حريه التظاهر السلمي بلا قيود، معناها انه ما يجيش القانون يمنع هذا الحق، لا يجي ينظمه ولا يكون قيد عليه. طيب قانون زي قانون الجامعات اللي طلع وفي قانون الازهر برضه فيما يخص تنظيم الجامعات، قانون الجامعات هو الاقرب لانه في نص دستوري بيتكلم عن استقلال تام للجامعات المصريه، وبالتالي لا يجوز للسلطه التنفيذيه انها تضع قانونا يعبث بهذا النص الدستوري، لان انت هنا بتصطدم مع قواعد دستوريه. وانا عايز اهوي المجتمع من الانفجارات اللي ممكن تحصل دون سبب. يعني افهم منك يا استاذ حامد ان فيما يخص قانون تنظيم الجامعات يعني هو ايضا في نص مخالف للدستور؟ بص يا حضرتك، قانون تقسيم الدوائر على سبيل المثال خلاص قانون انتخابات طلع هو قانون دستوري. ليه دستوري؟ لان المشرع الدستوري فوض المشرع العادي في انه طلع قانون الانتخابات البرلمانيه، خلاص خدي بال حضرتك كده. لكن الدستور لم يفوض المشرع العادي في انه يطلع قانون تقسيم الدوائر، وبالتالي قانون تقسيم الدوائر لما يطلع اذا خالف مبدا المساواه والتكافؤ هيبقى قانون غير دستوري. يبقى انت هنا هتضربي كل العمليه المتبقيه راسا على عقب وترجعي الى ما كنت عليه. ولذلك اعتقد انه سبب تاخير صدور هذا القانون النهارده هو الحرص على خروجه بشكل يتلائم مع مبدأي التكافؤ والمساواة من حيث عدد السكان ومن حيث المساحة أيضا. فهنا عشان كده أنا أتصور أنه سيد الرئيس يعني بيتمهل كثيرا في اختيار معاونيه، وبالتالي فأنت ممكن تستغربي قوي ليه ما تمش تشكيل باقي هيكلة أو هيكلة رئاسة الدولة، لأنه قد يرى بأنه الموجودين غير يعني طيب غير مستوعبين للمتغير، فممكن طيب يعني دبسوه في حاجات مش مظبوطه. طيب ابقى في مساله القوانين واسمح لي يعني اذهب الى استاذ شهاب. استاذ شهاب، يعني قانون تقسيم الدوائر من المفترض ان يكون في نهايه الشهر، يعني حضرتك بتتوقع امتى من الممكن ان تكون الانتخابات البرلمانيه؟ طيب خلينا نقول ان تصريحات رئيس الوزراء بان قانون الانتخابات في اخر الشهر كانت تصريحات مهمه جدا وكانت تصريحات ايجابيه، لكن للاسف احنا سمعنا النهارده تصريحات مختلفه من وزير العدل بتقول بان مفيش تاكيد على الميعاد بتاع اخر الشهر، وان لابد الاول خالص ان يصدر تقسيم المحافظات قبل صدور تقسيم الدوائر الانتخابيه، فحتى الميعاد بتاع اخر الشهر ده ميعاد مش اكيد. بشكل تقريبي احنا بنظن ان فتح الباب للانتخابات هيكون بعد شهر تقريبا، مع التفاؤل بعد شهر من اعلان تقسيم الدوائر دوت اللي احنا نتمناه. ففي الحاله دي نتوقع ان فتح الباب هيكون في حدود بدايات شهر 12. فتح الباب في بدايات شهر 12، يعني الانتخابات بنتكلم ان هي هتتم في اخر يناير او في اول فبراير. ده كلام نظري جدا حوالين العمليه الانتخابيه. الازمه في الحقيقه اللي بتواجهنا في الموضوع دوت مرتبطه بان في حاجات كتير مش قادره مصر ان هي تتحرك فيها بحريه وهي ما عندهاش برلمان. بشكل عملي لغايه دلوقتي في كتير من المؤسسات الدوليه بتنتظر ان يكون في برلمان منتخب في مصر، انت مش قادر تتعامل. عندك مؤتمر متعلق بدفع جديد للاستثمارات والحاجات كتير قوي، المؤتمر ده صعب قوي ان انت تعقده في ظل وجود حكومه مؤقته. صعب قوي ان انت تعقده في ظل ان انت ما عندكش برلمان. يعني هل هيكون في يعني فيما يخص هذا المؤتمر تحديدا من الممكن يكون في مشاكل المؤتمر ده ما يناقش لو احنا ما عندناش برلمان؟ اظن ان هيكون في مشاكل كتير.
اظن ان هيكون فيه مشاكل كتير، لسبب ان هو دلوقتي المؤتمر دوت انت هتجيب الناس هتقول يا اخوانا انا قوانين الاستثمار بتاعتي هتضمن ان انت لو عملت كذا انا طب ما هو رئيس مش الجمهوريه هعمل مهتم كذا. بالفعل بقانون الاستثمار، ودي على اجنده لجنه الاصلاح التشريعي، مظبوط، وبالفعل هتكون لكن موجوده. الراجل المستثمر اللي جاي قاعد في المؤتمر دوت عارف ان كمان اسبوعين او كمان شهر او كمان 3 شهور هيكون في برلمان ممكن ما يتفقش مع الرئيس، ممكن ما يتفقش مع الرئيس، هناخد راي والاكتر استاذ من كده حامد فيما انه يخص هذه هيقعد. النقطه، ولكن بعد اوكي الفاصل. اوكي مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. اقترح الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس تأجيل الانتخابات البرلمانية وإعادة تشكيل الأحزاب السياسية في كيانات حزبية كبيرة مع تفعيل المادة 74 والتي تنص على أنه لا أحزاب سياسية على أساس ديني، داعيا إلى ضرورة إعادة تكوين الأحزاب إلى 3 كبار تمثل اليسار والوسط واليمين. رفضت الأحزاب المصرية مقترحا للدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن المقترح يعطي صلاحيات للسلطة بحل الأحزاب وإعادة تشكيلها وفق المفهوم الذي تراه. أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن الحزب على أتم استعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وينتظر فقط الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات من أجل الإعلان عن أسماء مرشحيه، مشيرا إلى أن جميع المجمعات الانتخابية للحزب تعمل على قدم وساق لحسم الاستعدادات للبرلمان المقبل. متواصلون معكم من جديد. أستاذ حمد، كنا قد توقفنا مع أستاذ شهاب بمؤتمر الاستثمار القادم في مصر، هل هناك علاقة بين هذا المؤتمر وبين يعني حتمية وجود البرلمان، ومتى تتوقع أن يكون هناك برلمان في مصر؟ بص حضرتك، ما عدا العالم الغربي اللي هو نسبة استثماراته داخل مصر الأقل، فالعالم العربي كله لا يعطي بالا لمسألة وجود برلمان أو عدم برلمان. هو يثق في رئيس السلطة التنفيذية اللي هو رئيس الدولة بنص الدستور، ويثق في انه سوف يقوم بتذليل كل العقبات الموجودة من اجل جذب مزيد من الاستثمارات. وده مش معناه ان انا مع تأجيل البرلمان، لكن بقول لحضرتك الواقع اللي موجود من وجهة نظرك بالظبط، بدليل انه دخل مصر حجم استثمارات كبير جدا بالمليارات، ايضا المساعدات العربيه الخليجيه اللي تمت في خلاف لحد هذه اللحظه تثبت لك بالفعل بانه انت قدام نموذج الكتله الاقتصاديه المالكه في قلب العالم العربي تثق في هذا النظام وعلى راسه رئيس الدوله، وبالتالي فهي ليس عندها اي غضاضه على الاطلاق في التعامل مباشره، لانها تثق بانه هو يستطيع اصدار تشريعات تعطي منح عديدة بضوابط قانونية جديدة تمنع الفساد والرشية التي كانت تحدث فيما قبل ثورة 25 يناير. تمام، طب فيما يخص بقى يعني المواعيد، حضرتك تتوقع ايه؟ لا انا يعني بحساب بسيط، شوفي حضرتك، الدستور بيلزم الحكومة او السلطة التنفيذية انها تحيل مشاريع القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها ويصدر رأيه فيها في خلال 15 يوم. فإذا كان الكلام حوالين صحة ما يقوله سيد رئيس الوزراء في أنه في آخر هذا الشهر، فمعناه أنه احنا على 20 أو 25-11 يصدر القانون بعد مراجعته من مجلس الدولة. يعني احنا هيكون في 15 يوم بعد ما يكون بعد القانون ما يطلع ده نص الدستور، ممكن يخلصها ثاني يوم ثالث يوم في 10 يوم، لكن يعني لكن في 15 يوم من مجلس الدوله بالظبط حضرتك. وبالتالي فعمليا وحسابيا انا بتصوري انه لا بدء في عمليه انتخابيه قبل شهر واحد او اثنين او ثلاثه، لانه السيد الرئيس نفسه قال انه سوف تجرى العمليه الانتخابيه في خلال بضعه اشهر. ده كان في 6 اكتوبر. ده في 6 اكتوبر فمعنى بضعه اشهر دي يعني 3 شهور 4 شهور، ده رئيس الدوله يعني هو رئيس سلطه تنفيذيه بنص الدستور. تمام. طيب استاذ حمد هرجع معاك بقى سريعا، انت قللت طبعا من قيمه يعني التحالفات الانتخابيه اللي موجوده، لانك قلت في الاخر كلهم 120 مقعد. انا مش عايز اقلل، عشان بصي حضرتك انا محامي وافهم يعني ايه التقليل. لا يعني طيب انا مش حد يطلع لي يقول لي انت لا انا بقول طيب انا بقى بعمليه دورها في الشارع دورها. طيب بالك بالظبط. طيب وكمان من ناحيه المقاعد، يعني احنا
حضرتك قلت لي هم 120 مقعد كل الموضوع بتوع الاحزاب، هيكون فيهم 56 للمراه و24 للمسيحي. طبعا للشباب 16 غير كمان ذوي الاعاقه. صحيح وال صحيح صحيح. ففي الاخر برضه هي الدور يعني الى حد ما للاحزاب هيكون الى حد كبير، العامل الاكبر هيكون على الفردي. ولكن انا عايزه حضرتك يعني سريع جدا الابرز التحالفات اللي موجوده علشان كمان يكون المشاهد معانا في الصوره. يعني انا برضه مع احترامي للكل بما فيهم الحزب اللي انا فيه، مع احترامي للكل، انا مش شايف اي تاثير لهذه التكتلات او الائتلافات، وانا صادق في هذا الامر. لانه في الاخر يعني انا هسمي اسماء تكتلات هي مش موجوده، اصحابها يعطوا نفسهم يعني هاله من الضخامه والتضخيم مش موجوده، زي الاحزاب التي تعتمد على تاريخ سابق عريق وهي مش موجوده. بس استاذ حمد ما احنا كنا في وقت من الاوقات انتوا كنتوا معترضين وكنتوا عايزين ان يكون في مقاعد للاحزاب اكتر من كده. طب ازاي كنا بنقبل يعني ازاي كنا بنتكلم على ايه؟ من اجل تفعيل الحاله الحزبيه وتقويه الاحزاب الضعيفه التي اضعفت عمدا بسبب سياسات الفساد التي كانت موجوده قبل يناير، كنا بنتكلم على قائمة مفتوحة يبقى فيها تمثيل نسبي لكل الأحزاب. قد ما تجيب عدد من الأصوات قد ما تاخد نسبة من المقاعد. القائمة دلوقتي اللي مغلقة؟ مغلقة. مغلقة. علشان ولذلك بتلاقي مثلا أنا عاجبني قوي كلام محترم قاله السيد عمرو موسى في إن هو إذا ما كانش فيه اتفاق على على قوائم وطنية بتجمع الكفاءات بعيدة عن الأحزاب أنا مش داخل انتخابات. ده كلام ذو حسية لابد من التفكير فيه وبتعمق شديد، لأن ده لا رجل لا يبحث عن مصلحة شخصية. يعني معنى كده إن الاسم أقوى من الحزب، يعني اسم الشخص طبعا هيكون أقوى من الحزب. طبعا انزلي اعملي استبيان في قلب أي قرية أو مدينة شبه حضرية، كلميه ايه الائتلافات دي؟ انت تعرف مين ال 45 واحد نازلين؟ هقول له المصريين الاحرار، يعني هيقول لي لا، ما اقول له الاسم هيقول لي لا ده انا اعرفه لكن مش يا استاذه يعني اسمحي لي، انت هنا لما بتيجي تنتخبي حد بتكتبي اسم وجنبه الحزب بتاعه في القائمه، خلاص؟ اذا ما كانش الناخب ده رايح طالع من مصر الجديده وهو يعرف انه شهاب موجود هنا في القائمه دي، خدي بالك مش المصريين الاحرار مش هينتخب القائمه. لانه اللي بيحصل في الانتخابات الفردي هو خديه بشكل كامل، هيبقى مثلا القاهره ليها 13 واحد في القاهره، القليوبيه ليها 7 مش حسب النص. هيجي الناخب انا نازل من البلد عندي، انت نازل قايمه، هو فين الاستاذ حامد؟ ده مش موجود. لا يعني انا مش الاسماء في النهايه والاشخاص هي المؤثره في النهايه. استاذ شهاب، يعني هل توافق على ذلك الاحزاب حتى الان ليس لها وجود في الشارع المصري؟ لا، ليها وجود ولا لا في الشارع المصري ده موضوع تاني لمناقشه، لكن هتفق مع استاذ حامد في فكره ان الاسماء حتى الان اقوى من الاحزاب، وان الاحزاب حتى الان مش هي الحاجه اللي المواطن بيختارها. طب انتوا ليه بقى مش داخلين في اي ائتلافات؟ وده طبيعي لسبب صغير قوي. المواطن مش هيعرف الاحزاب غير لما يشوفها جوه البرلمان. ما هو المواطن دلوقتي الاحزاب بالنسبه له بتنتج ايه؟ هو ما يعرفش الاحزاب دي بتنتج ايه. لكن لما يلاقي مناقشه جوه البرلمان، حزب بيدافع فيه عن السياسه ديت وحزب تاني بيدافع عن السياسه التانيه، والناس بتحدد مواقفها بعد كده على اساس كده، هو نفسه بيشجع فريق من الاثنين، فتلاقي الموضوع تحول لحاله من حالات التشجيع. طيب انا سؤالي بقى، طب انتوا ليه يعني سريعا كده، احنا عندنا يعني ثلاث تحالفات، دول يمكن ابرز ثلاث تحالفات موجودين دلوقتي على الساحه. التحالف الديمقراطي ده اللي فيه استاذ حامد، حزب الكرامه، معاه حزب الدستور والتحالف الشعبي والطير الشعبي. عندنا تحالف الوفد، في حزب الوفد، حزب المصري الديمقراطي وحزب المحافظين. عندنا تحالف تاني وهو تحالف الجبهة المصرية. يعني ممكن نقول هو يعني مثلا في الفريق احمد شفيق، حزب الحركة الوطنية، المؤتمر، مصر بلدي والتجمع. دول ابرز تحالفات. وعندنا طبعا عدد بقى من الاحزاب، حزب النور، حزب الوطن، حزب مصر القوية، حزب المصريين الاحرار. ليه مش موجودين في اي من التحالفات؟ احنا بنرى ان الاصل في الامور ان انا اخوض كحزب. يعني الاصل في الامور ان انا لو حزب سياسي داخل الانتخابات انا بدخل كحزب، ده الاصل في الامور. لو رايت ان في مصلحه او في فايده او في ناس مؤمنه بنفس افكاري ممكن اتحالف معاهم، هخش واتحالف معاهم. طب كل التحالفات دي مفيش اي حد مؤمن بنفس افكاركم؟ لا، كلهم ناس محترمه جدا. لكن حتى الان حتى الان انا ما اعرفش تقسيمه الدوائر عشان خاطر اقدر احدد انا منزل مين وهم منزلين مين وممكن يحصل بينا وبين بعض تعاون ولا لا. موقف المصريين الاحرار مش ان هو مقرر نهائيا انه من المستحيل انه يخوض تحالف على قوائم، لكن موقف المصريين الاحرار انه حتى هذه اللحظه لم يقرر انه يدخل في تحالف. احنا بنشوف، بنشاهد، يعني ممكن تدخلوا؟ وارد
لو لقينا مين؟ لو الأقرب؟ لقينا الأقرب لكم؟ لو لقينا ان بعد كده في المستقبل الافيد للافكار اللي احنا مؤمنين بيها ان احنا نتعاون مع حد هنتعاون معاه. طيب. بس خليني اقول لك حاجه بصراحه. طب لا هتقولي لي الاقرب لمين؟ هتقولي لي الاقرب الاقرب لمين؟ هقول لك احنا مش متصورين ان التحالفات هتكمل بنفس الشكل ده. طب هناخد ابرز حاجه، هناخد ان مثلا التحالف الوفد، في الوفد، طيب هناخد هناخد تحالف الجبهه المصريه، في الحركه الوطنيه بتاع الفريق احمد شفيق. بوضوح احنا مش متخيلين. لو حضرتك تفتكري المشهد قبل انتخابات 2012 كان عندنا حاجه رهيبه كده، يعني كائن ديناصور كبير جدا اسمه التحالف الديمقراطي. الديناصور اللي اسمه التحالف الديمقراطي ده خلص على حزبه وجنبيه اثنين او ثلاثه كومبارس. مش كومبارس، انا اسف. لا انا اسف، انا بعتذر جدا عن المصطلح ده. ديناصور واتخلص على تحالف كبير وجنبيه حزبين اقل حجما منه. تحالف الكتله المصريه وقت ما بداناه كان فيه 15 حزب، دخل الانتخابات ثلاثه. فانا ما اقدرش حتى هذه اللحظه اقول بان صوره التحالفات اللي موجوده ديت هي دي الصوره اللي هتوصل للصناديق. ما اقدرش ان انا اقول لغايه دلوقتي ما سمعتش برامج. بس برضو بس برضو الافكار، يعني انا بسالك على الفكر، يعني لو كان في من الثلاث تحالفات دي، لو كان في حزب متطابق معايا في الفكر، لو كان في حزب متطابق معايا في الفكر ما كنتش عملت المصريين الاحرار. لكن الفكره كلها ان انا بشوف مين الاقرب ليا، عشان اعرف مين الاقرب ليا لازم اعرف ايه شكل التحالفات. طيب تمام. التمويل هتخشوا ابرز الاسماء اللي هتخشوا بيها ايه استاذ شهاب، والتمويل منين؟ الاسماء لسه زي ما بقول لك مش هنقدر نعلن اي اسماء قبل ما نشوف مين شكل تقسيمه الدوائر عامل ازاي. ما هو متعلق بالتمويل، لا، المصريين الاحرار استطاع ان هو يجذب، يعني خلينا نقول رقم جيد جدا من التبرعات من عدد من رجال الاعمال الاعضاء في الحزب، ومن اشتراكات الاعضاء نفسهم بتاعتهم. فالمصريين الاحرار جاهز الى حد كبير قوي ان هو يخوض الانتخابات بميزانيه معقوله جيده. ده الى جانب ان احنا طبعا بنحاول ان احنا نفيد اعضائنا بحاجه اهم بكتير قوي من الفلوس، متعلقه بالبرامج بتاعتنا ومتعلقه بفرص دعائيه معينه للاعضاء بتاعتنا، فكل دوت مفيد جدا. طيب المصريين الاحرار بيتم نسبه الى رجل الاعمال نجيب ساويرس، ايه هي بقى، يعني عشان برضه المشاهد يكون معانا في الصوره، ايه هو العلاقه دي والتمويل؟ هل هناك تمويل فعلي من جانب سيد نجيب للمصريين الاحرار؟ المهندس نجيب ساويرس هو الداعي لتاسيس المصريين الاحرار، وهو دوره الان انه عضو في مجلس الأمناء، واحد من الممولين اللي احنا بنحترمهم جدا، لكنه ليس الوحيد. احنا عندنا اشخاص اخرين كتير بيساعدوا في التمويل، منهم دكتور احمد سعيد رئيس الحزب السابق ورجل اعمال كبير، منهم المهندس رؤوف غبور وهو رجل اعمال برضه ضخم جدا معروف حجم استثماراته، منهم اسماء تانية كتير، بس هم عاده ما بيحبوش ان اسمائهم تتقال في الاعلام. لكن قطعا ما فيش حزب في مصر بيموله شخص واحد. لان هو لو في حزب بيموله شخص واحد كان اتحول لظل للشخص ده. دايما لكن في الواقع المصريين الاحرار في اكتر من موقف كان رايه مختلف مع المهندس نجيب، والمهندس نجيب كعضو في المصريين الاحرار كان بيحترم اراء الحزب وكان بيسمع لاراء الحزب اللي اوقات بتكون مختلفه معاه. دايما اللي بيتقال المصريين الاحرار يعني غير مكترث بان هو يعني ينضم الى احزاب اخرى بسبب الماديات، لان هو عنده يعني تمويل ذاتي قوي قادر ان هو يدخل بيه لوحده في كل هذا السباق. هل يعني هي يعني هل ده يعني في جزء من الحقيقه؟ وحضرتك شخصيا هتخش ان شاء الله في الانتخابات القادمه؟ انا ارفض الادعاء دوت، لان الادعاء ده في الحقيقه مش ضد المصريين الاحرار، ده ضد الاحزاب الثانيه، لانه بيقول ان الاحزاب الثانيه بتخش التحالفات عشان الفلوس. ده كلام مش حقيقي. انا لا اظن ان في اي حزب في مصر بيخش تحالف عشان خاطر عايز فلوس. بس التمويل المادي جزء مهم من الدعايه، يعني الدعايه الانتخابيه ده هو الجزء الاساسي عشان الناس تعرف ايه هو الحزب ده او مين هو الشخص ده. جزء مهم جدا، لكن كان في احزاب بتمتلك ملايين الملايين من الفلوس انهارت لما دخلت البرلمان وما لقتش افكار تطبقها. لو كان انت هتخش ان شاء الله في لسه لجنه الانتخابات هي اللي بتقرر القوائم، انا ما اعرفش. استاذ شهاب مش عايز اقول لنا حاجه. بعد الفاصل نعود. أكد دكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مرتبط برغبة الحكومة في إجراء الانتخابات، مضيفا أن القانون جاهز وأن الحكومة لا تريد إعلانه الآن. أكد القيادي الإخواني المنشق ثروة الخرباوي أن هناك العديد من الأحزاب الإسلامية التي سوف تتسلل من خلالها جماعة الإخوان للدخول إلى البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن هناك أحزابا إسلامية تعقد العديد من الجلسات لعمل ائتلاف للدخول من خلاله إلى البرلمان. قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن جماعة الإخوان
سوف تعتمد على الأحزاب الإسلامية للمشاركة معها، مضيفا أن نزول الإخوان على قوائم البناء والتنمية سيؤدي إلى خسارة الجماعة الإسلامية كثيرا. متواصلون معكم من جديد أستاذ حمد. كما سمعنا التيارات الإسلامية والأحزاب يعني التي ممكن نقول عليها الأحزاب الإسلامية، حزب النور بقى وحزب الوطن، عندنا أيضا يعني آخر تحالف حزب مصر القوية مع التيار المصري. نعم. كيف بقى تنظر إلى يعني هذا التحالف الأخير والأحزاب الأخرى؟ ده ناقوس خطر اللي هو احنا سامعينه ده، اللي هو تسرب جماعة الإخوان وائتلاف الجماعات الإسلامية مع كل الحركات الإسلامية في قائمة واحدة. ده ناقوس خطر. يعني هل في تعمد من القوى المدنية أنها يعني تحط ودن قطن في ودنها عشان ما تسمعش، وتحط نظارة سودة على عينيها عشان ما تشوفش؟ وده يأكد لك أن كل هذه الائتلافات التي لا تسعى إلى التحالف الحقيقي تبحث عن المصلحة الشخصية ولا تبحث عن مصلحة الوطن. أنا ماذا سوف أكسب إذا أخذت الأغلبية في البرلمان وشكلت الحكومة وخسر الوطن؟ لن أستفيد شيء. الخطر قائم والمرحلة الانتقالية بقت أكثر صعوبة، وده بيقول على كل من يدعي أنه ينتمي إلى القوى الوطنية في المجتمع المصري أن يسرع الخطى نحو الآخرين الذين يتمسحون برداء الوطنية المصرية أيضا، ليشكلوا ائتلافا قويا في القوائم وينسقوا في المقاعد الفردية حتى لا يكون هناك ظلال داخل مجلس النواب القادم لهؤلاء الذين يتمسحون بالدين وهو منهم براء. يعني انا لحد الان مش قادر استوعب. افهم من كده استاذ حمد ان كل يعني من ينتمي لكل الاحزاب، عندنا عدد كبير بقى هنقولهم تاني: الوطن والبناء والتنميه، مصر القويه، التيار المصري اللي عمل تحالف، الوسط، حزب النور. هل كل من ينتمي الى يعني تلك الاحزاب مرفوض في البرلمان؟ من خيبتنا احنا، التيار المصري اللي هو كان مع ابو الفتوح الاول، خلاص التيار المصري عشان بس يكون مشاهد معانا، هو مجموعه من شباب جماعه الاخوان، انشق عن بعضهم، انشق عن جماعه وبعضهم طرد من الجماعه لبعض الاختلافات، بينضم لمين؟ لحزب مصر القويه لعمر الفتوح. دكتور عبد الرحمن، احنا بقى الخايبين جماعه من التيار الشعبي، خرجوا من اليسار الاجتماعي اللي هو اسمه الكرامه والنصريين ورايحين يعملوا حزب. مش دي يعني؟ طب انت بتتكلمي عن كارثه سياسيه حقيقيه كلنا بنشارك فيها. اهم هذه النقاط الرئيسيه التي اتحدث عنها الان، خطورة المشهد الذي يتحدث عنه وغيابه بتعمد عن كل من يدعي الوطنية المصرية. إذا أنت بتتكلم بجد عن الوطنية المصرية وخايف أن هذا الخطر يستمر ويضرب في أعماق الدولة المصرية، عليك أن تنسى حزبك وتنسى تاريخك الحزبي وتحدث عن قائمة وطنية وتنسيق حقيقي على المقاعد الفردية علشان توقف هذا العبث الذي يحدث في مفاصل الدولة المصرية. في الاخر هم منشقين عن جماعه الاخوان، تحديدا بقى فيما يخص، اكمل سؤالي استاذ حامد، فيما يخص مصر القويه والتيار المصري، هم منشقين عن جماعه الاخوان، وفي النهايه البعض بيتحدث عن التصالح، وفي البعض الثاني اللي بيقول ان ممكن يكون دخول تيار زي ده في البرلمان هو تصالح ما بين الدوله والتيار الاسلامي، ولكن يعني بصوره لطيفه. طيب خليني اسال سؤال: متى صدق هؤلاء؟ لم يصدقوا في اي شيء على الاطلاق. انت امام خطر متمثل في خطر داخلي حقيقي بيزداد يوما بعد يوم، وخطر خارجي يحيط بك من كل الجوانب. اقرب معركه حقيقيه سواء في الداخل او في الخارج سوف تجدي هؤلاء هم الداعمين الرئيسيين لهذا الخطر برؤوسه التي تطل عليك من الداخل. بس في النهايه استاذ حمد هم جزء من المجتمع المصري. انا لا اريد اقصاء احد. لا بص حضرتك، هو ده اقصاء، ده رفض، ده رفض التيار. لا اسمحي لي، الدكتور الدستور بيتكلم عن ايه؟ قانون عداله انتقاليه هو الحاكم بيني وبين جميع من اخطا في حق الوطن. اذا كانت اجهزه الدوله او بعض منها اخطا في حق الوطن، لسه النهارده ولا امبارح بنتكلم عن ذكرى مذبحه ماسبيرو. اي حد اخطا في حق الدوله المصريه سواء كان جهازا او اشخاص ينتموا الى جهاز او جماعات، الفيصل والحاكم بيني وبينهم
هذا القانون الذي ورد في الأحكام الختامية للدستور الذي التزم به بموجب هذا النص مجلس النواب القادم أن يقوم بتفعيل هذا القانون من أجل أن يكون هو المسطرة الذي يحاكم عليها الجميع. طيب. الدولة بأجهزتها والأفراد والجماعات. طيب. التي أخطأت. هذا كلام موضوعي وفعلا لازم نحن نمسك فيه ونرج نفسنا كده عشان نفوق، لأن واضح أن السكرة ما زالت واخدانا لأشياء أخرى يعني. طيب أخذ رأيك أستاذ شهاب في نفس النقطة. لا، هو بوضوح إحنا عندنا الدستور المصري قاطع جدا في فكرة رفض وجود أحزاب دينية. ما ينفعش ان يكون في احزاب على اساس ديني. طيب بس دول دلوقتي مش متصنفين هم احزاب دينيه. نعلم ان في كثير من القضايا اللي موجوده النهارده امام المحاكم. طيب بس يعني فيما يخص مثلا دول يعني القضايا على حزب البناء والتنميه وحزب النور. وحزب النور وحزب مصر القويه، في قضايا على الجميع. حزب مصر القويه انا ما عنديش معلومات بكده، لو حضرتك يعني تضيف هذه المعلومات. في قضايا لكن فيما يخص التيار المصري ومصر القويه لا. انا ما اعرفش يوصلت فين. بخصوص التيار المصري هو وضعه مختلف شويه، لان التيار المصري انا مش واثق، بس اظن التيار المصري اصلا مش رسمي حتى الان. اظن ان هو في تحالف خالص مع مصر القويه، هو قرر ان يندمج داخل مصر القويه بالزبط. لان هو حزب اصلا ما تمكنش من انه يجمع الاعضاء او ما اعلنش نفسه كحزب رسمي، فهم مجموعه بتسمي نفسهم حزب مصر، حزب التيار المصري، وقرر انه يندمج في مصر القويه. بشكل عام انا عندي قاعده ثابته ارساها الدستور، بتقول ان ممارسه العمل السياسي بتكون على اساس سياسي. انا عندي اجنده تشريعيه وسياسيه هي اللي انا بخوض على اساسها العمل السياسي. فكره ان انا بخوض العمل السياسي تحت شعار انا اعرف ربنا، كلنا نعرف ربنا يعني انا اسف، بس انت ايه الميزه اللي عندك اللي بتخليك تقول ان انا ديني وانت مش ديني؟ يعني انت ليه بتقول لي كده؟ المشكله ان كلمه ديني بقت ما بقتش مرتبطه بالناس المتدينه، بقت مرتبطه بالناس اللي بتحمل فكر دمر دول في المنطقه. ناس شايفه ان هي وحدها بتمتلك الحقيقه، وناس شايفه ان هي وحدها بتمتلك الدين، وان هي لوحدها اللي من حقها ان هي تحكم البلاد. بتوصل للسلطه وما تمشيش، توصل للسلطة وترى ان هي لازم تفضل في السلطة للأبد، وان اي حد بيسائرها حوالين السلطة بيكفر بربنا. ازاي اسمح للناس دول ان يكون عندهم كيانات سياسية؟ انا لغاية دلوقتي مش عارف. في الواقع المصريين يعني ده يعتبره سؤال بقى للحكومة، ازاي لغاية دلوقتي احنا موقف المصريين الاحرار واضح جدا جدا جدا. اعتقد ان اساتذتنا في حزب الكرامة واساتذتنا في كل الحركة السياسية المصرية عندهم نفس الموقف دوت، رفض لتأسيس أحزاب على أساس غير سياسي. مش بتكلم على الأحزاب الدينية بس، بتكلم لو في اطلال حزب عرقي ولا حزب بأي شكل من الأشكال أسسه من السياسية، دي حاجة مرفوضة. طيب يعني أنا هديك مثال باختصار، أنا هضيف للأستاذ شهاب حاجة، بس هو مش بيتكلم، بيقول إنه حزب النور الذراع السياسي للجماعة السلفية أو الدعوة السلفية. طب إحنا ما نعرفش في دعوة اسمها غير الدعوة الإسلامية، ايه دعوه سلفيه دي؟ جايبه دين جديد يعني؟ اللي مش كانوا بيقولوا على حزب العداله اسمه ايه، الحريه والعداله، حزب الحريه والعداله، الجناح السياسي او الذراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين. اذا فهي واضحه يا جماعه، احنا ليه بنلف وندور؟ يعني هو فين رئيس لجنه الاحزاب السياسيه، شؤون الاحزاب، المستشار الفاضل نائب رئيس محكمه النقابه؟ طب بصفتك القانونيه يعني. طب لغايه دلوقتي بس مصر القويه انا مش عارفه اصنفه، حضرتك برضه عايزك تصنفه لي. يعني احنا في حزب النور وفي حزب البناء والتنميه قلنا، طيب في حزب مصر القوية من الذي كان يدافع عن اعتصامي رابعة والنهضة؟ مش الناس دي تحت دعاوى الحرية وحرية الاعتقاد واللي هم أهالوا علينا التراب بسبب فض رابعة والنهضة؟ طب ما هو كان في مقدمته طيب عامل الفتوح والحزبي وحزب بس في الاخر دي اراء سياسيه، احنا القانون مش هيعرف بقى الاراء السياسيه. لا انا بدي حضرتك مثال لا انا بدي حضرتك مثال، لكن في الاخر اصل المنشا ايه؟ اصل انشق واحد من الجماعه بسبب خلاف شخصي انه كان عايز يبقى نائب رئيس الدعوه او رئيس الدعوه. طب افهم يعني. طب قانونيا بقى يعني فيما يخص بقى الاحزاب اللي هي حزب النور والوطن والبناء والتنميه، قانونيا هل هننتظر يا استاذ حمد يعني قريبا قرارات بحل مثلا هذه الاحزاب لانها تقوم على اساس ديني؟ حتى لو لم يصدر هذا القرار، الشعب حسم امره في اسقاط هذه الجماعات كلها، وبكره هنقعد مع بعض بعد الانتخابات البرلمانيه اذا تعاملت في القريب العاجل او في المستقبل هنفكر مع بعض حضرتك. لكن انا يعني انا بستغرب يعني اين لجنه شؤون الاحزاب في دورها بان تقوم بمراجعه كل هذه الحركات التي الاحزاب التي نشات في اعقاب معركه او موقعه كندهار، واللي كان بسببها آل ما نحن اليه الامر الان. طب ما تراجع وتشوف هذه الاحزاب قامت بشكل صحيح ولا لا. ده مساله مهمه جدا، لانك انت من سلطتك حل او وديها لمحكمه قضاء اداري باسباب الحل، والمحكمه تقضي في هذا الامر.
انما ليه تتركني انا يعني فريسه لهذا العبث الموجود؟ يعني نفسي افهم يعني ايه حزب هو الذراع السياسي لدعوه اسمها دعوه السلفيه. يا عم في دعوه اسمها الدعوه المحمديه، في الرساله الاسلاميه، في الدعوه المسيحيه، في الديانه اليهوديه، مفيش حاجه اسمها دعوه سلفيه او مش عارف جماعه. ده كلام مش منطقي، لانك انت ما بتجيبش دين جديد، انت بتجتهد خطا وفي غياب الدوله وفي ظل غياب المؤسسات الدينيه التف حواليك ناس كثيره جدا. عشان كده احنا بنتكلم على متى نستطيع ان نقوي اجهزه الدوله بشكل حقيقي متمثله في الاجهزه الدعويه، الازهر مع الكنيسه، مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب التي تستطيع ان يعني تنوء بما لا تستطيع ان تحمله الجبال. طيب اذا قويت هذه الحركات المدنيه والسياسيه، هذا طبعا فيما يخص الاحزاب وراي استاذ حامد، ورايك فيما يخص الاحزاب الاسلاميه تحديدا. يبقى بقى المقاعد الفرديه وهي التي يعني هي الاهم وهي التي يمكن هتحسم المعركه في البرلمان. هل من الممكن بقى ان يكون في تخوفات لتسلل التيار الاسلامي وجماعه الاخوان الى هذه المقاعد؟ وهل نعمم ونقول تخوفات من جماعه الاخوان ولا تخوفات من كل التيار الاسلامي؟ من الوارد طبعا سهوله التسرب من خلال المقاعد الفرديه اسهل بكتير من سهوله التسرب من خلال القوائم، لان انت في نهايه الامر القائمه في حد مسؤول عنها، يعني القائمه دي قائمه الحزب الفلاني او قائمه المجموعه الفلانيه، فلما يطلع بعد كده ان في حد اتحط على القوائم ديت يعني مش هو افضل حد ينزل، الحزب هيخاف ان ده يحصل، لكن مش سهل قوي ان حد يعدي في الفردي او انه يرشح نفسه في الفردي. بس الحاجه اللي واضحه لنا من استطلاعات الراي ومن الكلام بتاعنا داخل الدوائر ان الناس مش هتنتخب غير الناس اللي هي عارفاهم ومؤمنه بيهم، الناس مش هيضحك عليهم، دي الحاجه اللي احنا مطمنين لها ودي الحاجه اللي مخلينا متفائلين. اشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كان معي استاذ حامد جبر المحامي بالنقد عضو الهيئه العليا لحزب الكرامه، شكرا جزيلا لك. شكرا. كان معي ايضا استاذ شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم المصريين الاحرار، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، غدا يتجدد اللقاء في تمام 9 بتوقيت القاهره، الى اللقاء.